هنروح دلوقتي لتقرير مهم جدا. عقد مركز مارك للخدمات الطبية والبحوث العلمية اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة الوطنية لرعاية أمراض العضلات، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني الرائدة بمجال مرضى ضمور العضلات. بيهدف التعاون خدمة مرضى ضمور العضلات الوراثي لتشخيص المرضى المصابين بضمور العضلات الوراثي في مرحلة مبكرة. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. المؤتمر اللي احنا عاملينه النهاردة ده بخصوص مرض ضمور العضلات بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للأمراض العضلات وبالأخص ضمور العضلات. احنا بدأنا الفكرة من انه احنا تقابلنا مع المؤسسة دي وتواصلنا مع خبير ياباني دكتور إيزيكو نيشينو، وهو ده خبير مختص بالظبط في المرض ده وعالج كثير من المرضى أو شخص كتير من المرضى. فأحنا عن طريق الإمكانيات الموجودة في مارك عندنا نقدر نشخص إيه نوع المرض، لأنه الضمور العضلي فيه أكتر من 30 نوع. I understand that the collaboration has not started yet. But this symposium was a very good start. And well, first of all, muscle disease is rare, very rare. So for this reason, actually, this field is not really money-making field for pharmaceutical companies. Well, even so, Mark shows interest in muscular dystrophy field, which I really am glad about. The collaboration لسه ما ابتداش، لكن النهاردة ممكن يكون بداية كويسة. اللقاء العلمي اللي حصل النهاردة ده بيبين إن مارك مهتمية بأمراض العضلات، والحقيقة أمراض العضلات البحث العلمي فيها ما بيجيبش فلوس كتيرة، ولكن هيفيد مرضى كتير لو حصل بينا تعاون وابتدينا نساعد البحث العلمي في أمراض العضلات. من هنا احنا فكرنا، او كانت فكرة التعاون ما بين مركز مارك ومركز المؤسسة الوطنية لرعاية مرضى ضمور العضلات او مايو كير. الفكرة بدأت ما بين مارك ممثلة بالدكتور ليلى جاد الرب مديرتنا، ومايو كير بالدكتورة رشا الشريف هي الفاونديشن الفاوندر للمايو كير، ومعاها الساينتفك اوفيسر او الشخص اللي سبورت ليها، الشخص اللي داعم ليها هو عالم من اليابان اسمه دكتور نيشينو. دعيناه احنا بشكل شخصي انه يشرفنا بحيث ان احنا نقدر نتناقش في كيفيه التعاون اللي ممكن تتم ما بيننا وما بينهم في الموضوع دوت. هو طبعا هنا مارك عندها لاب فخم جدا او يعني حديث للتشخيص، والتشخيص هو بداية للعلاج، فهيبقى كده عندنا تشخيص صحيح وسليم عشان نقدر ندي المريض العلاج السليم. احنا لما نعرف التشخيص الصح هندي الدواء الصح، لان طبعا مش كل المرضى هيبقى ليهم نفس العلاج.